السلام عليكم. كان لنا الشرف هذا اليوم اننا نوقع اتفاقيه شراكه ما بين المندوبيه الاقليميه لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بالعرائش وجمعيه متطوعون مع الانسان بالعرائش. هذه الاتفاقيه اللي هي من اجل تنظيم حملات طبيه وتحسيسيه ونشر ثقافه الوعي بالتبرع بالدم على مستوى الاقليم. طبيعه الحال ملي تنهضروا على التبرع بالدم فاننا تنهضروا على واحد الماده اللي هي حساسه، واحد الماده اللي تتنقد الانسان، واحد الماده اللي ممكن النقص ديالها او الغياب ديالها يشكل خطر على حياه الانسان، خاصه اننا عندنا جوج ديال المستشفيات كبيره واللي تجي على المسار ديال الطريق السيار مجموعه من الحوادث، زائد مجموعه ديال الامراض المعروفين على مستوى الاقليم اللي محتاجين بصفه دوريه هذا العنصر ديال الدم. خصوصا ان عندنا لي مالاد بزاف ديال الدريبانوسيتوز والطلاسيمي على مستوى الاقليم. دونك هذه العمليه هذه غادي تجي باش تغطي الجانب التحسيسي في هذه العمليه اللي ربما احنا كتقنيين ما تنقوموش بها بزاف، لان العمل ديالنا تيكون على مستوى البنك ديال الدم ولا الحملات، ولكن الجانب التحسيسي والتوعوي في هذا المجال هذا هو من اختصاص الجمعيات. كان حاضر معنا اليوم نسيج جمعوي متنوع من القصر الكبير والعرائش والنواحي ديال المدينتين، اللي قدم مجموعه ديال الافكار اللي كانت ايجابيه واللي ما ممكن الا تزيد بنا الامام في هذه العمليه هذه. مشكوره جمعيه متطوعون مع الانسان في شخص اعضائها والشخص رئيسها السي عبد اللطيف الكرطي اللي ديما تلقاهم متواجدين معنا. تنشكروا رجال الاعلام خاصه الحضور ديالهم اليوم ما هو الا بدايه لهاد الانشطه ديالنا، لان ديجا الحضور ديالهم باش يوحيو بهذه العمليه ديال التبرع بالدم ما يمكن الا تعود بالفضل على الاقليم. اتفقنا في اتفاقيه على مجموعه ديال الامور من ضمنها ما زعما تنأكد انه يوصل المواطن ان العمليه ديال التبرع والاستفاده من الدم غادي نخدموا عليها باش تكون بشكل فيه مصداقيه وشفافيه ونرجعوا الثقه بيناتنا، وفي الاخير يكون عندنا المتبرع المنتظم، لان ما يمكن ان تعاونوا ونجحوا الا درنا اليد في اليد. وشكرا لكم.